دكتور هذا احط لي هذا التمرين مخا هادية بتمشارخ مبغرخنا أعضاء فريق أهلي بت غزيتها قا مدرب دياهن وبتمبغرخنا ختمة شوالي يعني داخي ومدرب دياه خلال هذه الفترة دي مني ومودينا ويد أحساس إيمان دي مدرب دياه مسافوري وبشواق الفريق دياهن بتمشارخ قماي من أخونا بطرس والله أنا مباشومن غابو مباشومي تجوشتت ميشيل وميشيل مقمل لفريق أهلي مغدانت مقمتها ذائي لانا وخشابي ولا مقمل لخيلانا سب إث إلانا انتو يا زبون قطط له حبيب قطع أما انتو يا خيلانتا قطط له بالزايدة بالزايدة وبش بلطي وردي وبش بلطي بش بلطي غصون يعني بعربي و طواني واتمنى تاوي تاوي لانا دي لمقمل لميشيل أخيو دي ملعب تاوي لانا خيلانتا جوشت يعني عندي لقطة خاقطة منه زيادة زيادة مفرقة وداوة وردة وبيك بس يا رابا وهذه يا بت بغرة أخونا سهيل والله لث خبراني ما صدم رخنا شو وقت ميشيل الفريق ماثا سبقا مدرب أول مرة ينخاز من أخواتي دي يو ماثا وقيمة بو نشاد وبو بالخان دي غيرنا داخل صار جورتا رابرة وطماثا بس يا ما هذه من بغرة جلتيا جانو سيما والله ما ماشين خاري انا عندي تقريبا كماشين من طاول انه خزي مدرب مخمشين وزهم فخازن وخساره طال لنا الفريق الاهلي دي الجواج وبس هذا بس ما ابا وهذه يا اخونا نيترون مودي من صوتلان صراحه يعني جماث لهم بخشا انه قيمه مدرب سباي مخمشيل وهذا بس ما ابا وخساره رفع طال انه ذي اشواق الان ولا منه بس ما اخونا جاك يا هلا سلام عليكم اولا رابي ميشيل طبعا خساره لرابا أخني فرق الأخ شاوق له أثر دازي الخسارة فريق وخسارة كمتفرجين يعني وهي رابع سيما لأن له جهود دي اللي خلق أطول كفريق باسيما وأخونا شفيق مودي مختلان خسارة رابع جورتها لو بس خيط أخونا خمو والله خامو درب رابع تازه أنا بصراحة مربنا جثة مباري بدأ السلام له فريق ديرون جثة هذا باسيما باسيما أخونا زياد خسارة تا ميشيل رابا جورتا بس بخلت على بطلبه مغديلي ولا طالعني هذا داوي مدربين خريني وتاوي ناجح يو خيو الذي بس ما أخونا سمير أنا لم صندم رينا لأمر مخوني اللي بس بشوقنا يطا بدون تعليق أديذي لكرة القدم أو مطرن إنه بدون تعليق معنا مال هدية بس ما رابا أخونا ثائر ولا لمسخ خمسة وثخشو من ديساب لثوة مش منه أو تازة مش شولاي بس لمسخ من دامر خينا خيط أخونا يوخنا والله بدوثة خسرت المدرب دي أخونا ميشيل رابع جورتها لا يعني مقدمرة مثلا الأعلى وقدوة ديان يا رابي ميشيل مستحيل ما أصدق استعادة خا مدرب دخوات دي ولمسخ من جمخ ويعني بتمنى أنه ما خا مدرب بش تازة منه أخونا سهيل أنا بدي بشدات حس إنه فعلاً أو لفقيد اللي مش البلبي أنا سب أو أنا شوي قرب اللي مش اليوم ملعب وخارج ملعب بلبي أنا فأنا بدون حس رابع فقدان يرابطه فراغ يعني بالنسبة لي وبالنسبة للفريق هذا عجيب بعدين خامن دي بلكي يعني جريمة خباز دي يعني وجود مش الخط وجود مش الخط دائماً خش دي وثالث دي يعني يمبيرالي سير المباراة وسير النتيجة وبعدين المناقشات أخنت مع إخواني دائماً بعد المباراة ونقد وتحليل المباراة أنا جي يعني رابع نفيلاً وبالتالي فادخ مش العمل بماثا إيش هل دهن يعني مبخيه يقول لهن لا 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 يغزيثها يعني فعن دخلوخة كثير يو أعلان يعتبر دخ قبل روحي مدينة موسيمة بالا من دوي خلد مريقة من فريق من خلال اهتمام يعني دي يعني كيف ذا مرتبة انه يقو تخطيط ملعب مع العلم او من دلالة المدربين اختي مش اللي تنازل خاطر بس تطور الكرة يو ماضو اهتمام جثة ونتائج دي يعني انه كماش اني انا بدبي يعني اكبر دليل يعني انه ثلاثة ارباش انه ما يدخل من سروحي او من نمنا هلا نتلم تقريبا ثلاثة خسارات يعني معدل ذا خسارة يو شيتا او اول مدربين اجانب لين مطير لديه موت مراب باسيما خيط هذه يا اخونا صبري او سوري جو فريق ابو خمباشوم قد خسخ لخا لاعب خا مدرب رابط هذا فريق الاهلي
يعني او ميشيل يعني مدرب فعلا رابع لزيري ودلي انه شو اللي مطالعات دوهم طول لي يعني لتلن ابدا ذا خسارة يا وشو اللي فوز بيها وبس خيط اخونا بشير اخر عضو يعني رابي ميشيل انا بالنسبة لي اخاش تمطالعه فريق ميشيل كمدرب سبب يو اسكرين يو خلال ديشيتها وديش انه نمقم باشا رابي ميشيل مدرب يعني بصراحة نخزم اخواتي كمدرب وكتعليمات وكتخطيط ملعب وما ينتهي تنطالعات بكل خارجي طماطة وطلعاتين وطلعاتين خسارة التقديم ماثا وهاتم باسيمي خيوتون وانا كمطالانة قمثة بالدمرن والله العظيم يعني مخدون غزال للشباب فتح مال المدرب دي ماشي راب ومتحمس انه شايفين جو ملعب بس نتيجة ظروف لمصية وبخيل تالا ميشيل دازل وآلاتها من ندية وهاوتون باسيمي رابا وبالداثغني الفريق الخميس بتباقرخنا خازخ ما رأي ديهم فريق مدرب فريق الأهلي ميشيل كيواركيس وما له شعور ديهن دي اللي بيخاش الأمريكا وبتفقخ نقلة قمثة من أخونا النبيل هورمس والله ميشيل يطخولي جو ملاعب وبرا الملاعب بس يعني سفر ديدة و أنا بخشوتي إلي خا خسارة ربا جول فريق الجمعة خا كل قدم يخابر كله يعني ميشيل أنا برأيي يخا ملهم فريق الجمعة كرة قدم ويعني لم بخشوا يخابر كله وكمت اندي خا مدرب فريق تاود عقد مباريات وصالم خطط ملعب جانم جمن طلان يعني أول إن المادة خامدي قاوي لأنه يعني خبد ميشيل قجوتا وأي برأي رابا خسارة جورتا لقى فريق الجمعة وأنا دائما أمرين ولي أمنق ميشيل أنه بر خشت وخات يعني بتصور يعني مصير فريق الجمعة اختمرت فيك على كف عفريت اختمرت هاي هو أول مدي ما صنت من بس ايه هاد بس يما رابا والآن نسأل اللاعب سمير خباس من نادي الجزيرة عن رأيه بمدرب فريق الأهلي ميشيل كيواركيس وما شعوره حين سمع بأن ميشيل كيواركيس سوف يغادر سوريا أو بالأحرى الجمعة إلى أمريكا. طبعا أول شيء نحن كثير مبسوطين أجينا بالمباراة أنه ميشيل دعانا لهالمباراة هاي وميشيل إنسان رائع جدا كان صديق برا الملعب وجوا الملعب ونقط ما تعرفنا إنه جينا نلعب نحن هم تلجمة نعرف إنه ميشيل هو مدرب الأهلي مدرب فريق تلجمة هو خسارة كبيرة لتلجمة يعني ونحن كتير حزين إنه لروحته بنفس الوقت يعني مفرحين إنه يروح بلكي شو مستقبله برا وشكرا لا 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 عبيش كان تغيبته I'm gonna show you.
عدنان هذا شكله يلا نشوف يلا سوي القام ايوه بوران يا ترون جرو شاترون جرو شاترون هاي
Thank you.
Thank you.
يلا ذا جور فرق لا ذا ولا بني ليك 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 يا
لازم أدوار. لازم أدوار. يلا 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 يلا. وعي وعي يا مرة. أوامر الحبيش أمي. Thank you.
I'm gonna show you.